حين لما نسمع هذه الخطابات يعني والله أحلم أن لو لم أكن جزائريا لحلمت أن أعيش في هذا البلد، لكن مانيش عارف أنا هذا داخل يندرج أصلا هذا ما يسمى ما سموه بالصرح هو يندرج في هذا السياق في سياق البروباغندا الرسمية. لكن أنا أقول لك بصراحة إن صدق وجسد هذا المشروع مثل ما هو على الورق ميدانيا فهنا نستطيع أن نقول لو كنا في فضاء ديمقراطي وفي دولة ديمقراطية لكان إنجازا عظيما، لكن طالما أنه انت في دولة الكبت والقمع ويعني تحسب على الناس أنفاسهم تراقب اللايكات والجامات من أجل يعني واحد على جال لايك أو جام تسلط عليه أو يتهم بتهمة 87 مكرر اللي هي تهمة إرهاب، يعني في ظل هذه الظروف لا يمكن الحديث أو حتى الثناء على إنجاز مثل هذا وإن كان واقعا.